مبارك سعود علي الحنزاب، رئيس شؤون الملاك في نادي قطر مزاين البل. المهرجان هذا المهرجان الثالث الرسمي ولكن الرابع. أقمنا المهرجان الأول في فبراير 2022، المهرجان الذي يليه كان مصاحب الكأس العالم، وبعد ذلك جزيرات العطاء 2023، وهذا الحمد لله احنا في منتصف جزيرات العطاء 2024. خلصنا فئة الأصايل، أشواط الفردي وأشواط الجمل وإنتاج العزبة اللي هو الشوط المستحدث، وشاركنا على الانتهاء من المغاتير. بيكون اليوم الختامي إن شاء الله تاريخ 6/2، بيكون فيه بعد ذلك اللي هو تتويج الفائزين في المراكز الأولى في أشواط الفردي، بالإضافة إلى الأول والثاني والثالث في شوط إنتاج العزبة للفئات الوضح، الصفر والشعل، الشك والحمر، وإعلان نتائج أشواط النخبة اللي هو الصفر والشعل، الشك والحمر والوضح، من المركز الأول إلى الأخير. بيكون فيه إن شاء الله تتويج الفائزين بالرموز. بيكون فيه حفل يليق بهالمغاتير، نجمعهم إن شاء الله كلهم مع بعض. وبعد ذلك تبدأ عندنا منافسات المجاهيل اللي هي تبدأ من تاريخ 6 فبراير إلى تاريخ 14 فبراير. وللأمانة الإقبال السنة هذه كبير، الملاك عددهم مهول. نشكر تعاونهم، متجاوبين، متقبلين فكرة التطوير اللي قاعدة تصير، سواء في السيستم صار عندنا أتمتت الإجراءات كاملة، شغالين كل شيء عن طريق الابليكيشن، والحمد لله يعني ما واجهتنا صعوبات. للأمانة السنة هذه الحمد لله يعني صار عندنا إقبال كبير، يعني تزايد على الأعداد اللي كانت عندنا العام، سواء في أعداد الملاك أو أعداد الحلال المشارك. كان في تعاون جميل بين الملاك، الفرحة كانت نشوفهم يتشاركون الفرحة. الحمد لله يعني ما صار عندنا أي تعنت قبلي أو نزعات قبلية، كان الحمد لله الكل يقوم يهني وصيفة والوصيف يهني للفائز بالمركز الأول. فنقولهم إن شاء الله نتمنى نشوف السنوات القادمة بعد أعداد أكثر وأكثر. نشكر قناة تاريخ البل في تغطيتهم اللي تعودناها منهم، حضورهم المميز في المهرجانات اللي تخص البل وتخص أهل البل. ما نستغرب منهم ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.